مرحبا بكم معها كيما بلاسيما. كيما راكو تشوفوا راحين نديروا الكسره المحشيه بالطوماطيش والبصل والفلفل، وراني حا بسم الله نبدا نكيل بالدقيق المتوسط. راني حا ناخذ تقيس تلت كيسان ونوريكم واش راني حا نزيد ندير. كيما راكو تشوفوا راحين نزيدو نديروا الملح، وراني حا ندير مغرفه تاع الخميره ونكملوا واش نزيدو ندير. زيت ما كملتش 220 وني حنصاب لي قعدك دقيق المتوسط تاعي. بسم الله كيما راكم تشوفوا راني نصاب لي وندخلوا كاع هذيك الزيت. تشوفوا عندنا الماء دافي ورانا غير بسم الله كيما راكم تشوفوا هنا دلكتها وراني حنحطو يرتاح. وكيما تعرفوا العجين ديما العجائن تاعنا كي نحطوهم يرتاحوا نقولكم يعطوا نتيجه يعني ناجحه. انا نقسمتهم زوج خبيزات وانا حين نغطو عليهم ونخلوهم مازال ما نبداو نقرصوهم. طوماطيش ونغطو عليها التكتوكة ونخلوها غير على نار هادية. شوفوا بسم الله التكتوكة تاعنا خلاص راهي واجدة، نشفناها ما خليناهاش يعني تكون ماهية مع ديك طوماطيش. كما تعرفون التكتوكة ما نديرلهاش كاع الماء، ورانا حين نبداو نحضرو في الكسرة. بسم الله كيما راكو تشوفو انا حين نبداو نقرصو في الكسرة تاعنا. نبدا بشوية غير بيدية ونكمل بالحليوان. نبداو بسم الله كيما راكو تشوفو نحلوها. انا هنا ما ينزمش نرققها بزاف ولا نخشنها بزاف. بسم الله هذا هو القوام اللي حبيتو، ما ينزمش نزيدو نرقوها. بسم الله وانا حين نديرو التكتوكة تاعنا ما نديروش في الاطراف، نديرو غير شوية هكذا كيما راكو تشوفو. بسم الله انا هنا درت حبه تقدروا توصلوا حتى زوج. شوفوا انا حطينا ثانيه ونقولكم لازم ندخلوها مليح. تعرفوا علاش؟ باش هذيك التكتوكه تاعنا ما تتحللناش. كيما راكو تشوفوا ورانا نقرصوا فيها. كيما راكو تشوفوا انا هنا راني قرصتها مليح، والفرن تاعي شوفوا شعلته من قبل وجدت الطاجين باش نبداو يعني نطيبوها على نار شويه قويه ونزيدو نقصوا لها. كيما راكو تشوفوا ونحطوها ونزيدو لشتوها محلوله يعني تزيدو تسوديوها غير بالقريص تاع يديكم. شوفوا رانا نحلو فيها، وهذه مانيش حنديرها خبزه، دوك تشوفوا كيفاش راني رايحه نديرها كيما تقولوا فطائر. ورانا نحلو فيها بسم الله كيما راكو تشوفوا، وراني حنديرها بهذه الطريقه ونغلقو مليح عليها بالقريص. قرصوها مليح باش ما تتحللناش. وبعد ما قلبناها شوفوا التحميره اللي خدات لنا، لازم تحمروها مليح. كيما راكو تشوفوا الكسره تاعي راني نكمل طيب فيها ونوري لكم الكسره حاضره في صحن التقديم. كيما راكو تشوفوا رانا نكملوا في الثانيه، وبعد ما نطيب ان شاء الله نعاودوا نولوا. بسم الله كيما راكو تشوفوا رانا رايحين نقلبوها ونزيدوا نعطوها تحميره مليح ونوريها لكم حاضره ان شاء الله معاكم. وانا قلبتها باش نزيد نحمروها على الاطراف كيما راكو تشوفوا. كيما راكو تشوفوا انا هنا قلبتها باش نزيد نطيبها على الاطراف. هاي الكسره تاعنا اليوم محشيه اللي درناها، وراني حاب بسم الله نقطع وحده معاكم ونقول لكم البنات جاتنا طريه بالبزاف راهي تتقسم وحدها. بسم الله حبيت يعني نوري لكم هاد الكسره، نقول لكم انا درتها بواحد المناسبه يعني تاع دخول الشتاء. احنا كنا زمان يعني بسم الله نديروا هاد الانواع في دارنا تاع الكسره بالمناسبه تاع الشتاء، ديما نفرحوا بها ونديروا انواع من العجائن. انا هنا حبيت يعني تشاركوني ونوريكم هاد الكسره. حنا نضنا كنا صغار الامي ربي يرحمها ديرها لنا بالمناسبات تاع دخول الشتاء، ونفرحوا بالشتاء ونديروا حاجه عجين باش ان شاء الله الشتاء تجينا بالخير والبركه علينا. وما بقى لي غير نقول لكم ديما اتهلا في صحتكم وفي امان الله.